لو احنا عايزين بقى نحافظ على نظام غذائي، انت عارفه الصيف بيحب مزبوط. بقى اللبس والواحد ديفوهات الجسم كلها بتبان. لو انا بقى عايزه احافظ على جسمي وعايزه كمان انزل في وزني، لو حد مليان شويه او عنده مشاكل في جسمه عايز ينزل، لانه في الشتاء كلنا بنزيد في الوزن، نعمل ايه؟ عاده المفروض انه في الصيف في ناس بتبقى شهيتها شويه مقفوله عن الشتاء، يعني عاده الشتاء بيقولوا بياكل اكتر وبيكونوا بيشربوا اكتر عصاير او حاجات مخلوطه ببعض، كذا نوع عصير كذا نوع فاكهه مخلوطين ببعض. فانا شايفه انه المفروض انه نحاول على قد ما نقدر واحنا مثلا مسافرين نحاول ناخد معانا حاجات صحيه او حاجات نكون قادرين ان احنا نشويها واحنا هناك، لما نكون بنعمل باربيكيو او بناكل حاجات فيها بروتينات زي اللحمه الفراخ السمك. لو انا بره البيت احاول اني اروح للعيش اكتريه الوقت عن اني اكون بروح للرز او المكرونه او الحاجات اللي بتكون غنيه بالعيش. احسن من الرز والمكرونه؟ مش احسن، ولكن لما بكون بره البيت انا مش بكون عارفه هو مطبوخ ازاي. يعني ما بكونش عارفه هم حاطين قد ايه سمنه او زبده او كده، من ناحيه النظافه، من ناحيه الدهون اللي بتكون زياده في الوجبات بتاعتي. فدايما بفضل اني اكون وانا بره البيت اروح للعيش اكتريه الوقت، واحاول انه لما بكون قاعد على البحر او قاعده على البحر اكون برمرم في حاجات صحيه. يعني مثلا اخد شويه مكسرات، بس ما اكونش باخد شويه مكسرات، يعني اللي هو حاجه بسيطه جدا. بقى ولا بملح عادي؟ لا، ممكن يكون بملح عشان اكون بساتسفاي او بشبع الاحتياج اللي انا بكون بحبه، بس في نفس الوقت ما يكونش باخد منه بكميه كبيره. اكون مثلا باخد حاجات اللي هي المقرمشات اللي بتكون شويه مش مقليه، بتكون شويه بيكت، ما فيش مشكله. ودلوقتي في كتير قوي في كل حته الحاجات المخبوزه او المحمصه، يعني بلاش المقلي. مظبوط. او البوب كورن، ممكن اكون بعمل شويه بوب كورن اخده معايا لما بكون مسافر او حاجه. وحاول كمان ان انا اكون بطبخ طبخ في البيت، يعني بفضل الخضار المطبوخ بكل اشكال. للاسف في ناس كتير بقت مقله في الطبخ في البيت خصوصا في السفر، بيستسهلوا انه بحر طول النهار بالزبط. وبعدين بالليل بيخرجوا بالظبط، فبيبقوا عارفه بيستخدموا حاجات سريعه. مفيش مشكله. مظبوط، مفيش مشكله اني اكون مركزه اني اطلب سلطه، ممكن وانا بره البيت اطلب سلطه بلدي، مش اطلب سلطه اللي هو بيكون جواها حاجات كتير، اللي هي بيكون جواها زيوت كتير او بيكون جواها صوصات كتير. يعني ممكن اكون باكل سلطه بس في الاخر السلطه دي بتكون بتودي في داهيه، لانه مكوناتها غلط. غلط جدا. اوكي. طيب بما اننا اتكلمنا على السلطه، الفاكهه بقى، يعني انا شخصيا فاكهه الصيف بالنسبه لي احلى من فاكهه الشتاء. صح يا شيف؟ كتيره فرايتي، كتيره تشكيله كتيره. طب بطيخ كتير ومانجا وعنب ومشمش خوخ برقوق، فهل في ممنوعات في اكل الفاكهه او كميات محدده؟ لا. وايه الحاجات اللي لازم نحرص عليها قوي ونمتنع عنها كمان؟ مفيش ولا نوع فاكهه ممنوع، حتى المانجا. حتى المانجا؟ لا تهزر. المانجا والتين. ايوه يا جماعه، المانجا بس دايما بيقول لك المانجا والتين والبلح ممنوعين في البلح. كل انواع الفاكهه مسموحه، لانه في كل فاكهه احنا بناخد غذاء مختلف. ميرسي يا كارينا. ايوه بجد. شكرا بجد. بس بالكميات المظبوطه، يعني